نروح للكابتن محمود الخطيب، طبعا رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي وقطاعات النادي اللي بينعوا ببالغ الحزن والاسى الكابتن ميمي عبد الحميد، طبعا نجم الاهلي ومنتخب مصر الاسبق اللي اتوفى النهارده، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ربنا يرحمه يا رب. ويلهم اسرته الصبر والسلوان خالص. تعازي طبعا كل العاملين في قناة الأهلي وأسرة برنامج السادسة لأسرة الفقيد.